بسم الله الرحمن الرحيم. رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعمال منتدى دبي الصحي الذي تنظمه هيئة الصحة في دبي على مدى يومين بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب والخبراء وأطباء وباحثين من مختلف دول العالم. وقد حضر سموه الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى في فندق جراند حيات في دبي، وإلى جانب سموه معالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، ومعالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين. وكانت الجلسة تحت عنوان الاستثمار في مجال البحوث والدراسات العلمية في القطاع الصحي، وشارك فيها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد محمد السعيدي وزير الصحة في سلطنة عمان الشقيقة، ومعالي عبد الله بن خالد القحطاني وزير صحة سابق في دولة قطر الشقيقة. وتركز الحوار على 4 عناصر، أولها الوقاية الصحية التامة والاستثمار والعنصر البشري وتنفيذ مشاريع استثمارية اجتماعية وصحية والربط بين المراكز العلمية المتخصصة خاصة مراكز البحوث والدراسات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشاد بفكرة المنتدى الصحي بمشاركة وزراء وكوادر طبية وعلمية وخبراء محليين ودوليين، مؤكدا سموه أن قطاع الصحة في دولة الإمارات عموما ودبي خاصة يحظى باهتمام سموه كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال، معتبرا سموه أن الاستثمار في هذا القطاع هو الأهم والأنجع على المدين القريب والبعيد، لا سيما في العنصر البشري وتوفير الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا لإدارة وتشغيل هذا القطاع الذي يتطلب حرفية عالية وأولوية قصوى ورؤية ثاقبة وبحوثا ودراسات علمية تفضي إلى اكتشافات مهمة في مجال الطب والرعاية الصحية بجميع جوانبها الوقائية والعلاجية لضمان قدرة هذا القطاع على مواكبة التطور العالمي في مجال الطبابة والاختراعات العلمية والتقنيات الحديثة التي باتت تشكل أساس التقدم في قطاع الصحة في بلادنا والعالم. ودعا سموه الجهات المختصة في دولتنا إلى تكثيف الجهود وتوظيف العقول والكفاءات البشرية وما أكثرها في بلادنا من أجل التركيز على البحوث والدراسات العلمية في قطاع الصحة ومواصلة البحث والتحري لكل ما هو جديد في عالم الطب من الأدوية وأجهزة وأساليب حديثة للجراحات والعمليات النادرة التي تساهم في تأمين حياة صحية آمنة لكل أفراد المجتمع. وتفقد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المعرض المصاحب للمنتدى الذي يشارك فيه هيئة الصحة وعدد من الشركات المتخصصة والمستشفيات الخاصة في الدولة التي تعرض تقنيات عالية وحديثة من البرامج العلاجية والأجهزة الطبية المتطورة. واستمع سموه من القائمين على هذه التقنيات والبرامج إلى شرح حول الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال العلاج والطبابة على مستوى الدولة. أحمد دولة اليوم
الاطراف وذات الفعيل يعني، بس الاجهزه هاي موجوده 1500 احنا 30 واحد شخص وزع على دبي على مواقف الساعات احنا اليوم الى الحكومه دبي